موجة جديدة من التفجيرات والهجمات الإرهابية ضربت العراق اليوم، الاعتداءات التي باتت شبه يومية أوقعت عددا كبيرا من الضحايا، فيما تبدو الإجراءات الأمنية المتخذة غير كافية لوقف هذا المسلسل الدامي. وأمام ذلك دعا رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الدول العربية إلى التعاون لمواجهة ما سماها الفتنة الطائفية والإرهاب، مؤكدا أن ما تتعرض له بلاده وامتداد لما يحصل في سوريا ومصر وليبيا. إذا نبدأ من التطورات الأمنية في العراق، حيث أفاد مراسلنا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في سلسلة هجمات اليوم بسيارات مفخخة ضربت في الرميثة بمحافظة السماوة وفي المحمودية وباب الحسين بالحلة وفي الكوت وصويرة في محافظة واسط وفي سامراء. سامراء كان قد استهدفها ليلة أمس انفجار سيارة مفخخة أسفرت عن مقتل 24 شخصا وإصابة 43، معظمهم أطفال ونساء كانوا يتبضعون للعيد. أدري تكر راح يحصل وما يجوز، هذول الأطفال كلها ونساء رجال يتبضعون شهر العيد، هذا هو هذا عمل؟ لا الله ولا محمد يرضى به، ما يجوز هذا. اتركوا لنا من الموضوع كافي عاد، السياسة خلوها لكم أنتم، السياسة ما تفيدنا ما تخدمنا هنا، زين؟ كافي عاد، العالم كله تمرض احترقت سياراتها وماتوا ومحلاتهم. وعلى وقع استمرار تردي الوضع الأمني، رأى رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن ما يحدث اليوم في بلاده هو امتداد لما يحصل في سوريا ومصر وليبيا. المالكي وفي محادثة هاتفية مفتوحة خلال مؤتمر لشيوخ العشائر في محافظة كركوك طلب شيوخ العشائر بدعم القوات الأمنية وأكد تعرض بلاده لما وصفه انتكاسة من غربان الشر. المالكي كان قد دعا الدول الغربية أو الدول العربية إلى التعاون لمواجهة ما سماها الفتنة الطائفية والإرهاب. الدعوة أطلقها أثناء رعايته حفل افتتاح المدينة الرياضية في البصرة جنوب العراق. نريد أن يكون بيننا وبين إخواننا وأشقائنا جميعا تعاون على قاعدة مكافحة الفتنة الطائفية وفتنة الإرهاب الأعمى الذي لا يعرف حدودا ولا قيودا. وإذا لم نتفق على كلمة واحدة وإرادة واحدة لمواجهة هذه التحديات فإنها ستقضي على كل آمال شبابنا، على كل آمال شعوبنا، وستسفك المزيد من الدماء. ومن بغداد ينضم إلينا عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج. سيد عدنان، يعني التفجيرات الأمنية والاستهدافات الأمنية تزداد في العراق في الآونة الأخيرة، الخطة الأمنية الموضوعة لماذا لم تستطع شيئا أمام هذه الاستهدافات الأمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الأمر ما يجري في العراق سلسلة جديدة من سلسلة الإرهاب وضمن المخططات يجب عليها أن يبدأ الحد التصعيدي باتجاه توسيع الأوضاع في العراق امتدادا لما يجري في سوريا. فأنا أعتقد القوات الأمنية حقيقة تحديات كبيرة وأعلنت عن خطط معينة لمواجهة هكذا إرهاب. نقول أننا أمام حرب يعني مفتوحة، لا يمكن أن تحدد بمعركة واحدة أو معركتين. هؤلاء يستخدمون هذه الأساليب بأسرار مستخبية لمهاجمة مناطق خشية رئيسة غير يمكن أن تحسب على حسابات عسكرية أو أمنية أو على حساب الدولة، إنما على حساب المواطن البريء من أجل إثارة نعم شعبية. طيب. نعم سيد عدنان، الرئيس المالكي، الرئيس المالكي سيد عدنان، سيد عدنان هل تسمعني؟ نعم. طيب، الرئيس المالكي قال إن ما يحدث في بلاده اليوم هو امتداد لما يجري في ليبيا ومصر وسوريا، لو نستطيع أن نفسر أكثر هذا الكلام. بالتأكيد كما تعلمين الإرهاب ليس صناعة وطنية محدودة بالعراق ولا بأي دولة، إنما هو صناعة خارجية امتهنت الخطط والإرهاب وفتاوى التفكير من أجل قتل الناس. اليوم نسمع أخبار حتى عن خروج على منطقة الإرهاب الكبير الظواهري عندما يعني أصدر فتاوى جديدة بنوع من قتل الأبعد على الأقرب وإعطاء الشيعة والصليبيين وهكذا من التعبيرات الغير حضارية المفاحشة البربرية أو حتى على الظواهري تمرد. وأنا أعتقد ما يجري في بلاد العربية جزء من مخطط صهيوني كبير، هؤلاء قد تورطوا وانخرطوا فيه بعلم أو بغير علم في قتل الناس وقتل المسلمين وإحداث صرخ كبير بين مكونات الشعب العربي الواحد او الاسلامي الواحد، ليس بين سنه وشيعه فحسب، حتى في ليبيا بين سنه وسنه
وفي مصر هكذا وفي تركيا وفي كل الأماكن التي تقوم بها هذه الحركات تحتاج إلى فضح هؤلاء وتعاون دولي وخصوصا الولايات المتحدة التي عليها أن تقوم بدور كبير إذا أحسنت اللعبة وأحسنت الفهم أن تقوم بالضغط على الدول الداعمة بالمال كما علينا العراق نعم. طيب سيد عدنان، الرئيس المالكي كان اتهم دول عربية وإقليمية بأنها من ترعى ربما أو تمول هذا الإرهاب داخل العراق، هل يقول اليوم أيضا بأن هذا الاستهداف لسوريا ولليبيا ولمصر أيضا برعاية هذه الدول؟ بالتأكيد هذه الدول عن طريق منظمات إنسانية أو منظمات حقوق الإنسان أو منظمات أخرى تدعي بانها يعني تنصر المظلومين والمستضعفين وتعالج الفقراء والمحتاجين والمعوقين. هذه التسميات اصبحت واضحه ما يراد منها. السعوديه تدعم هكذا جمعيات، كذلك تدعم اعلام موجه باكثر من 150 محطه فضائيه حتى وصلت الى حد محطات فنيه ومحطات رياضيه ومحطات اخرى، حتى بعض المحطات تنشر في السوق وتنشر الفكر التكفيري وتفرق بين المسلمين وتفرق وتفرق المسيحيين وتفرق الطوائف. هؤلاء يقومون بمجهود كبير من اجل احداث اكبر قدر ممكن من العلاقات المتوتره بين الشعوب العربيه والاسلاميه. نعم. السيد عدنان السراج عضو ائتلاف دوله القانون حدثنا من بغداد، شكرا لك. عراقيا أيضا توعد رئيس أقليم كردستان العراق مسعود برزاني بضرب الإرهابيين في أي مكان حتى سوريا لحماية الأكراد، لكنه أبدى حرصه في الوقت نفسه على عدم التورط في الصراع الدائري هناك. لن نتردد في توجيه الضربات إلى المجرمين الإرهابيين في أي مكان. لا يمكن للإرهابيين أن يقيموا قاعدة في كردستان. من واجبنا أن نحمي الكرد في أي مكان إن كان ذلك باستطاعتنا. في الشأن السوري يبدو أن الانقسامات وتحديات أمام المعارضة السورية آخذة في الازدياد، فالانقسام الميداني في صفوف المعارضة السورية انسحب أيضا على الصعيد السياسي، فقد استبق المجلس الوطني السوري المعارض قرار الائتلاف الوطني بشأن مشاركته في جنيف 2 وأعلن أنه سينسحب من الائتلاف في حال قرر الأخير المشاركة في المؤتمر. رئيس المجلس الوطني السوري المعارض جورج سبرا أعلن في حديث للميادين أعلن أن المجلس لن يشارك في مؤتمر جنيف 2 وفق المعطيات الحالية داخليا وإقليميا ودوليا. نحن في المجلس الوطني السوري القرار ثابت، لن يشارك المجلس الوطني السوري في مؤتمر جنيف وفق المعطيات الحالية، ليس الداخلية فقط بل الإقليمية والدولية أيضا. إذا نظر الناس بعين فاحصة كيف المجتمع الدولي تعلق بسلاح الكيماوي وكأن القضية في سوريا منذ عامين ونصف العام الذي يجري فيها القتل كل يوم بل كل ساعة هي الشيء الثانوي والأساسي هو السلاح الكيماوي. في المقابل فإن مصادر في الائتلاف الوطني المعارض قالت لصحيفة الحياة أنه في حال قرر المجلس الوطني الانسحاب فإن ذلك لن يؤثر كثيرا لأنه لن يشمل جميع الأعضاء، إضافة إلى قرب انضمام 10 أعضاء من المجلس الوطني الكردي إلى الهيئة العامة للائتلاف بعد الاتفاق الموقع بين الجانبين. ومن اسطنبول ينضم إلينا عضو المجلس الوطني والائتلاف السوري عبد الأحد الصيفو. سيد عبد الأحد، المجلس الوطني يهدد بالانسحاب من الائتلاف في حال تم يعني أصر الائتلاف على الذهاب إلى مؤتمر جنيف 2 وفق المعطيات الدولية والإقليمية والعربية الحالية، يعني الداخلية الحالية. ما موقفكم من هذه التصريحات للمجلس عفوا؟ يعني الحقيقة طبعا تسأليني السؤال وأنا عضو مكتب تنفيذي في المجلس الوطني السوري وعضو في الائتلاف، وكما تعلمين أن المجلس هو أحد المكونات الأساسية والرئيسية للائتلاف. وكانت الحقيقة يعني صدفة الأجندات والتوقيتات التي أدت أنه المجلس الوطني السوري يأخذ دورته الاعتيادية للأمان العامة ويتخذ فيها هذا القرار. الحقيقة القرار الذي اتخذناه هو عدم مشاركتنا في جنيف في كما قال الأستاذ جورج صبرا في الظروف الإقليمية والدولية الراهنة. لكن نحن بالنسبة لموضوع الانسحاب هذا لا شك سيبقى إلى اجتماع الهيئة العامة الذي سوف يعقد 24 و25 في هذا الشهر للائتلاف، وهناك ستناقش الأمور
وأنا لا أعتقد أن الأمور هناك اختلافات كبيرة بين مواقف الكتل المكونة للائتلاف يعني. طيب سيد عبد الأحد يقول هذا الموقف لو سمحتي لي تفضل. هذا الموقف الذي اتخذته الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري الحقيقة هو موقف بالإضافة للأمور وظروف كما تحدث عنها الأستاذ جورج. هناك أيضا محددات، وهذه المحددات التي نتكلم عليها ليست محددات أقرتها الأمانة العامة للمجلس فقط، إنما هي محددات أقرتها الهيئة العامة للائتلاف في شباط 2013. فنحن نتحدث ونحن على نفس الخط من هذه المواقف. طيب. نحن نبقى كائتلاف وكمجلس مع أي مبادرة تقود إلى حل سياسي للأزمة وفق هذه المحددات، لكن نحن لسنا مع جنيف الآن، وجنيف كما 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 تصور اليوم وكما كما كما يشرحها عربو جنيف، وأقصد بذلك لافروف وكيري. نعم. طيب سيد عبد الأحد، مصادر في الائتلاف تقول بأن انسحاب المجلس الوطني لن يؤثر كثيرا على الائتلاف. أنا أعتقد أي مكون من مكونات الائتلاف سوف تؤثر على الموقف دون شك يعني. نعم. وخاصة مكون كالمجلس الوطني السوري. وكما نعم. قلت يعني لست أدري يعني المصادر التي تتحدثين عنها الحقيقة، كما قلت يعني أغلبية المكونات ونحن على اتصال دائم مع بعضنا، لا يوجد تباين بوجهات النظر من موضوع تحديدا المشاركة في جنيف. قلت لك أن معظم، إذا لن أقول كل مكونات الائتلاف هي مع فكرة عدم مشاركة، لكن رئيس الائتلاف يقول بأنه سيشارك بمؤتمر جنيف. رئيس الائتلاف، أنا أعتذر، رئيس الائتلاف بتصريحاته على الأقل في الأسبوعين الماضيين لم تكن بهذا الاتجاه، إنما جزئ بعض الفقرات من مؤتمره الصحفي ومن الرسالة التي أرسلت إلى بان كي مون. الرئيس هو نفس ملتزم بالموقف، يعني أنا لست أعلم لماذا الرئيس عندما يصرح، رئيس الائتلاف عندما يصرح ويقول أنه سيعود إلى السلطة التشريعية للهيئة العامة وعلى أساسها يتخذ موقفا من جنيف وحرام عليه، بينما بقية اللاعبين في الأزمة السورية عندما يقول أنه سوف يعود إلى الهاوس أوف لوردز أو الهاوس أو الريبريزنتيف تبعيتهم أو مجلس الشيوخ حلال لهم. نعم. فهذه عملية وعملية ديمقراطية شفافة سوف تتم في الهيئة العامة، ونحن نعتقد، أنا شخصيا كعضو في المجلس وفي الائتلاف أعتقد أننا نحن في الاتجاه الصحيح، ومشاركتنا في جنيف تعتمد على مدى تطابقها مع محددات الثورة السورية والثوابت التي بنينا عليها هذه. طيب سيد عبد الأحد، نعم سيد عبد الأحد، المصادر في الائتلاف تقول بأنه يعني الموضوع، موضوع انسحاب أعضاء من المجلس أو المجلس بكامله من الائتلاف لن يؤثر كثيرا، لأنها تعول أكثر على انضمام 10 أعضاء من المجلس الوطني الكردي إلى الهيئة العامة للائتلاف. هذه حسابات حزبية ضيقة الحقيقة لن أعلق لها، بس أنا لا أعتقد أن 10 أعضاء الأكراد الذين سينضموا لن يكون موقفهم مع الموقف طيب سيد عبد الأحد، هناك مصادر تقول بأنه يعني الذهاب إلى مؤتمر جنيف 2 تحت سقف بقاء الرئيس السوري بشار الأسد، لأن ليس هناك من ضغوطات أو من ضمانات دولية لخروج أو لتسليم السلطة من قبل الأسد أو للذهاب إلى مؤتمر جنيف 2 من دون الأسد. إذن الطريق طويل، إذن طريق التسوية السياسية ستكون طويلة. نحن في هذا الأمر واضحين وواضحين جدا يعني. نعم. نحن نعتقد أن المدخل وكما يسمي الأمريكان الأوتكم أوف لجنيف وتنحي الأسد. نعم. وهذه أمور. نعم سيد عبد الأحد. كما قلت لك هي محددات، لكن أهم الأمور هي الآن أعتقد هي وقف عمليات قصف، يعني نظام
يعني نظام يقصف بالطائرات تجمعات التي امام الافراد. نعم يعني سيد عبد الاحد المدنيين. سيد عبد الاحد الرساله وصلت، الفكره وصلت سيد عبد الاحد، نعتذر لضيق الوقت. السيد عبد الاحد الصيف عضو المجلس الوطني والائتلاف السوري حدثنا من اسطنبول، شكرا لك. في غضون ذلك اعلن الهلال العربي السوري اجلاء نحو 1500 شخص معظمهم من الاطفال والنساء من المعظميه الواقعه تحت سيطره المسلحين غرب دمشق، وفي حلب تتواصل المعارك بين مسلحي الجيش الحر وتنظيم داعش وسط انباء عن وقوع عشرات القتلى من الطرفين. وقال مراسل الميادين ان عناصر داعش سيطرت على 5 أعضاء شمال مدينه حلب هي بستان الباشا الهلك بعيدين هنانو والحيداريه. تتواصل المعارك بين مسلحي الجيش الحر من جهة وتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام المعروف بداعش من جهة أخرى. المعارضة السورية أعلنت أن المعارك بين داعش والحر مستمرة وتتركز في بستان الباشا ومساكن هنانو في حلب، وأسفرت عن مقتل نحو 50 مسلحا في الأيام الثلاثة الماضية. وفي الأيام الماضية أيضا بحثت قيادات من جبهة النصرة وداعش وأحرار الشام في اجتماعات عقدتها في حلب تشكيل جيش واحد وقيادة موحدة وراية واحدة تضم هذه الكتائب تحت لوائها. هذا ما نقلته وكالة UPI عن قيادي مقرب من جبهة النصرة، كما نقلت عن قيادي في تنظيم جيش الإسلام أن عشرات المقاتلين من العرب والأفارقة والشيشان وصلوا في الأيام القليلة الماضية إلى سوريا وانضموا تحت لواء هذا التنظيم. على خط آخر، واصل الجيش السوري تقدمه في الريف الجنوبي لحلب وتحديدا في محيط منطقة خناصر. مراسل الميادين أفاد بأن الجيش السوري سيطر على 21 قرية ونحو 10 مزارع في الريف الجنوبي لحلب، كما نفذ عملية خاطفة في سفيرة أوقعت عشرات القتلى بين المسلحين. التطورات الميدانية في حلب تأتي في وقت يواصل فيه الجيش السوري عملياته في ريف دمشق غداة سيطرته على الذيابية والحسينية عند مدخل الغوطة الشرقية. أما العاصمة فقد شهدت أمس هجوما بقذائف الهاون استهدف ضاحية جرمانة، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى و4 جرحى، كما تسبب قصف على حي شعلان وسط دمشق بمقتل طفلة إصابات عديدة. ومن المشارف بلدة سفيرة في حلب ينضم إلينا مفدى الميادين حسين نور الدين. حسين، لو أطلعتنا على الأجواء أكثر ولو تصف لنا الصورة أكثر لديك، ما هي؟ نعم دينا، في الواقع أبدأ من آخر التطورات. بلدة السفيرة شهدت قبل قليل بعض القصف من مرابد الجيش السوري. هناك إحكام للطوق حول بلدة السفيرة في ريف حلب الجنوبي لجهة الشرق. هذه هي البلدة الأكبر التي تبقى تحت سيطرة المسلحين وخارج سيطرة الجيش السوري بعد العملية العسكرية الكبيرة التي شنها في هذه المنطقة. نحن نشاهد من هنا بلدة السفيرة، تشاهدون في عمق الصورة هذه البلدة من إحدى التلال الاستراتيجية المشرفة عليها. بمجمل نجمل القول أن كل هذه التلال حول بلدة السفيرة تشرف عليها وعليها مرابد للجيش السوري. في عمق الصورة إلى جهة اليسار هناك معامل الدفاع، وأعلى منها هناك تلة للجيش السوري. بلدة السفيرة بحكم الساقطة عسكريا، إذا أردنا أن نحلل هذا الأمر، يأتي ذلك بعد عمل عسكري للجيش السوري سيطر فيه على بلدة أبو جرين، أيضا هذه البلدة التي تشرف على طريق حمص حلب الدولية من جهة الشرق وليست الطريق الأساسية الغربية. بلدة أبو جرين كما علمنا شهدت قصفا مكثفا من الجيش السوري على مدى 3 أيام. كان المسلحون يعتبرونها مركزا أساسيا، وهي بالقرب من سبخة الجبول التي ترونها أيضا، وهي عبارة عن مستنقع مائي كبير في هذه المنطقة. أيضا بالقرب من أبو جرين كان هناك بلدة حربرش، هي اليوم بالكامل مناطق شاسعة تحت سيطرة الجيش السوري. نحن انتقلنا من حمص باتجاه خناصر ومنها إلى أبو جرين، حيث عينا حجم الدمار وأين كان المسلحون في تلك المنطقة، المعارك التي دارت في تلك
البلدة هي معارك كبيرة مما شاهدناه وأفدناكم عنه سابقا. اليوم أيضا أود أن ألفت إلى أن هذه الطريق تشهد حافلات عديدة، حركة مدنيين من حلب باتجاه حمص ومن حمص باتجاه حلب. نعرف أن مدينة حلب كانت محاصرة لفترة طويلة، بدأت المواد الغذائية تأخذ منحا تصاعديا من حيث الأسعار، كان هناك تضييقا على الأهالي في مدينة حلب. اليوم الوضع أصبح أفضل، هناك قوافل من المساعدات وصلت، هناك ركاب، هناك حركة مدنيين ذهابا وإيابا. اليوم المنطقة الأساس التي تبقى خارج سيطرة الجيش السوري هي بلدة سفيرة التي تشاهدونها الآن في عمق الكاميرا، هي تبعد عننا نحو 3 كيلومترات. الطريق يمر اليوم التفافا من خلف معامل الدفاع ويكمل باتجاه حلب. هذه المنطقة محاصرة، الجيش السوري يثبت نقاطه، هذه المرة ربما قد تكون مختلفة عن المرات السابقة. الجيش يعمل على تثبيت نقاطه، على أخذ الوقت في نشر آلياته وجنوده بطريقة ليست على الطريق بل على التلال المحيطة بشكل أساس، وهو ما يؤمن تغطية نارية على طريق حمص حلب لتفادي عدم إغلاقها مرة جديدة. نعم، حسين نور الدين مفد الميادين إلى مشارف بلدة سفيرة في حلب، شكرا لك. الرئيس السوري بشار الأسد قال أن القاهرة ودمشق تواجهان عدوا واحدا. الأسد وفي مقابلة مع مجلة الأهرام العربي قال أن الجيشين السوري والمصري يقاتلان الآن وبعد 40 سنة من انتصار أكتوبر عدوا واحدا، ولكن هذه المرة من الداخل، مشيرا إلى أن الخيانة التي كانت تمارس سرا قد باتت الآن خيارا علنيا تمارسه الدول والأفراد. الأسد كان قد شدد خلال لقائه وفد التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة على أهمية الصمود الفكري لمواجهة المتغيرات والمشاريع الخارجية التي تستهدف دول وشعوب العالم العربي والإسلامي. الملف السوري من المقرر أن يبحثه غدا في العاصمة البريطانية لندن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، وذلك وفق ما أفاد مسؤول في الخارجية الأمريكية. أما النووي الإيراني فسيكون مدار بحث اليوم في لندن أيضا بين كيري ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، وذلك قبيل مباحثات طهران الثلاثاء مع مجموعة الخمس+1 في جنيف. وفي الشأن النووي الإيراني، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقتشي، أكد أن إيران ترفض إرسال مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج معتبرا الأمر خطا أحمر. عراقتشي وفي تصريح نقله الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي قال أن فريق المفاوضين الإيرانيين لن يتراجع قيد أنملة عن كل ما يحق لإيران أن تحصل عليه بموجب القوانين الدولية. في مصر قتل شخص مدني وأصيب 3 في حادث انفجار محرك طائرة تدريب عسكرية بجوار مطار الأقصر الدولي اليوم، الطائرة من طراز ميراج وكانت تشارك بتدريبات عسكرية. إلى ذلك أفاد مراسل الميادين عن وقوع إصابات في هجوم مسلح على عدد من السيارات التابعة للجيش المصري على طريق العريش رفح. تطورات تتزامن مع تشديد السلطات المصرية من إجراءات حماية قناة السويس بعد معلومات عن اعتزام جهاديين استهداف القناة، خصوصا مع دعوة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الإسلاميين إلى الهجوم على الجيش في مصر. من سيناء ينضم إلينا الصحفي أشرف سويلم. أشرف، يعني لو حدثنا أكثر عن هذه الإجراءات الأمنية المتخذة، أيضا التخوفات من استهداف قناة السويس. في الواقع الإجراءات الأمنية يعني بدأت في تجديداتها بالنسبة للأمن المصري، يعني في تاريخ الأول من أكتوبر الجاري مع بداية هذا الشهر وقبل احتفالات مصر بأعياد أكتوبر بحوالي 10 أيام، قالت أو تحدثت الاستخبارات المصرية عن وجود تقارير تفيد بأن الجيش الإسلامي في قطاع غزة قد جهز 10 سيارات مفخخة لاستهداف الجيش المصري في مصر في سيناء وفي محافظات مصرية أخرى من خلال هذه السيارات المفخخة. بالفعل تم تفجير سيارتين حتى الآن، سواء كان في مديرية أمن جنوب سيناء أو في أحد كمائن أو حواجز أمنية بكمين يدعى الرئيسة غرب مدينة العريش. يعني التشديدات الأمنية يعني مسبقة قبل بيان الدكتور أيمن الزواري
الخاص الذي دعا فيه انصاره في مصر باستهداف قوات الجيش واقامه الخلافه الاسلاميه. بالفعل يعني عقب البيان تحديدا شددت قوات الجيش من اجراءاتها الامنيه على طول المجرى الملاحي لقناه السويس خشيه استهداف سفن في المجرى الملاحي لقناه السويس. اليوم ايضا قامت العناصر التكفيريه باستهداف حافلات لنقل القوات، قوات شرطه في الحقيقه وليس قوات جيش، كانت متوجهه لقضاء اجازه عيد الاضحى المبارك، واستهدفتها بعض العناصر، اصيب 3 جنود واصيب ايضا بعض المدنيين بينهم احد العناصر المهاجمه وتم التحفظ عليه. يعني ما زالت الحملات العسكريه مستمره حتى الان، الجيش المصري يشن حملات عسكريه على منطقه الانفاق الحدوديه ويهدم منازل بداخلها انفاق بهدف اقامه منطقه عزله مع قطاع غزه، ودمر العديد من الانفاق التي تقول قوات الجيش انها بالفعل يتم تهريب من خلالها المتفجرات والعناصر المتسلله من قطاع غزه. ايضا هناك تقرير من الامن الوطني المصري اكد ان عناصر من حركه حماس قامت بتهريب عبوات ناسفه ذات تقنيه عاليه الى العناصر الارهابيه في سيناء. نعم. طيب سيد اشرف، يعني افهم منك بان كان هناك ربما تفاعل مع دعوه الظواهري ان كان تخوفا من قبل الجيش وسكان سيناء، وايضا تفاعل بشكل يعني ربما تلبيه لهذه الدعوه من قبل الجهاديين في سيناء تحديدا. في الواقع التحريات الامنيه المصريه تؤكد ان يعني التنظيم الدولي لاخوان المسلمين تحالف مع تنظيم القاعده في ارباك المشهد السياسي في مصر واحداث فوضى. يعني كل ما يجري من عنف على ارض مصر الان هو عمليات انتقاميه من تنظيم الدولي لاخوان المسلمين وبرفقته وتحالفا معه تنظيم القاعده. هذا باختصار شديد ما يجري على ارض الواقع في مصر الان، هو انتقام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي بعدما يعني اطاح به الشعب في ثوره عارمه في 30 حزيران الماضي. نعم، اشرف سويلم الصحافي حدثنا من سيناء، شكرا لك. سياسيا، فإن مسودة أولى لمشروع الدستور المصري المعدل أرجأت حسم قضايا خلافية عدة، أبرزها وضع الجيش وحصة العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة واستمرار الغرفة الثانية في البرلمان، كما أنها تجاهلت مطالب السلفيين. وتزامن إصدار المسودة مع بدء أولى إجراءات الاستفتاء المرتقب نهاية الشهر المقبل على الدستور المعدل. أصيب الإسرائيليون القاطنون بمستوطنة العين الثالثة بالصدمة والهلع فور سماعهم خبر النفق الذي تم كشفه من قبل الجيش الإسرائيلي داخل المستوطنة المذكورة على حدود خان يونس جنوب قطاع غزة. صحيفة هارتس قالت إن النفق مخصص للمساعدة في تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين حيث يمكن استخدامه لأسر جنود. كشف الجيش الإسرائيلي النقاب عن نفق متطور يمتد من قطاع غزة إلى مستوطنة عين شليشيت بطول 2.5 كيلومتر وبعمق 15 مترا بين خان يونس ومنتصف صحراء النقب جنوب فلسطين. خبر أهز الحكومة الإسرائيلية التي أسرعت إلى نشر الخبر والتهويل عبر وسائل الإعلام الأجنبية للتحريض ضد غزة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الكشف عن النفق جزء من سياسة التشدد ضد الإرهاب. وزير الأمن الإسرائيلي موشي علون اعتبر أن وجود النفق يؤكد أن حماس تواصل إعداد نفسها للمواجهة مطالبا بوقف نقل مواد البناء إلى قطاع غزة. مستوطنون من عين شليشيت نفوا أن يكون النفق قريبا من روضة أطفال ووصفوا الحديث عن هذا الأمر بأنه ترهات بحسب موقع القناة العاشرة. يديعوت أحرنوت أعلنت أن النفق اكتشف يوم الخميس الماضي أثناء قيام وحدة يهلوم بأعمال التنشيط وفحص أمني للشريط الشائك حول قطاع غزة. ووفق فحص لمسار النفق تبين أن النفق يتضمن العديد من الفتوحات يصل إلى عمق المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أمر دفع إلى الاستنتاج بأن هناك هدفا استراتيجيا من وراء حفره وأن حركة حماس احتفظت به لحرب مستقبلية جديدة ضد الجيش الإسرائيلي. اكتشاف النفق أعاد إلى الأذهان من جديد عملية أسر الجندي الإسرائيلي جيلعاد شاليت عام 2006 والتي تمت من خلال هذه الأنفاق. مسؤول عسكري إسرائيلي قدر وجود أكثر من 10 أنفاق مماثلة ووصفها بأنها أنفاق هجومية تجتاز سياج الفاصل.
أنفاق كانت تستخدم للمقاومة من قبل كل القوى الفلسطينية للاختباء بها تحت الأرض وفق نظرية اضرب وهرب. في كانون الثاني الماضي اكتشف نفق حفر من غزة إلى إسرائيل قرب مستوطنة نير عوز، وقبل أيام من عدوان عمود سحاب اكتشف نفق مفخخ بالمتفجرات قرب كيبوتس نيريم. هذه الأنفاق الثلاثة إضافة إلى النفق الحالي اكتشفت في المنطقة نفسها جنوب وسط قطاع غزة مقابل خان يونس. إلى اليمن، حيث أعلنت مصادر محلية يمنية إعادة انتشار تنظيم القاعدة في بعض المحافظات. كيف تبدو خارطة الانتشار للتنظيم في اليمن؟ وأين هي مراكز توزعه؟ رويدة أبو عيد. أهلا بكم. يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله خير من بيني وبينهم. بهذا الحديث النبوي جدد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خطابه. أعلن تشكيل جيش عدن أبين ليحيي النبض في عملياته ضد السلطة في اليمن. اليمن الغارق اليوم في مستنقع الأزمة السياسية والاقتصادية. وبينما تصر الحكومة على ألا حل لكل الملفات العالقة في مقدمها ملف الحراك الجنوبي وصعد إلا الحوار، لا ترى إلا في الحرب حلا لتنظيم القاعدة في اليمن. يحمل اليمن مشاكله في كف وتنظيم القاعدة في كف آخر. الولايات المتحدة تضع إمكاناتها في خدمة السلطة اليمنية لاستئصال جذور التنظيم هناك. الطائرات بدون طيار الأمريكية استطاعت توجيه ضربات موجعة للتنظيم باغتيال كوادر مهمة كأنور العولق وسعيد الشهري. تقول المصادر المحلية إن التنظيم أعلن إعادة انتشاره في محافظتي شبوة وأبين. تم رصد توافد العشرات إلى مناطق عزان وبلحاف والرضوة في محافظة شبوة خلال الأيام الماضية. الوحدات العسكرية في المحافظتين وضعت في حالة جهوزية تحسبا من عمليات محتملة على المنشآت النفطية. هذه المحافظات التي شهدت معارك شرسة بين الطرفين في العامين المنصرمين أعلن فيها تنظيم أنصار الشريعة الإمارة الإسلامية في آذار مارس 2011، أي بعد شهر على انطلاق الحراك الشعبي في اليمن ضد سلطة الرئيس علي عبد الله صالح. استغلت القاعدة ضعف السلطة المركزية وأعلنت إمارتها هناك قبل أن تطلق الحكومة الجديدة ما أسمته بمعركة السيوف الذهبية التي أسفرت عن طرد مقاتلي القاعدة من مراكز سيطرتهم. اشتعلت معارك في زنجبار وفي لودر وفي جعار وفي رداع وفي المكلة وفي غيرها. منابع النفط تشكل مناطق جذب لعناصر التنظيم المنتشرين أيضا في حضرموت ومأرب والجوف. معركة كسر عظم بين السلطة اليمنية والقاعدة ما زالت مستمرة. لم تعد القاعدة تنتظر الجيش اليمني لمهاجمتها، أصبحت صاحبة المبادرة باغتيالات واستهدافات لمراكز أمنية وعسكرية تحمل بصماتها وتنهك السلطة المنشغلة أصلا في محاولة إنجاح الحوار الوطني الذي إن فشل لن تكون القاعدة التهديد الأمني الوحيد الذي يتربص باليمن. من عدن ينضم إلينا الصحفي عبد الخالق الحود. أستاذ عبد الخالق، يعني ما الذي نفهمه من وراء هذا التموضع الجديد للقاعدة في اليمن؟ هل القاعدة تريد يعني خلق مركز جديد لها غير المركز الأساسي؟ نعم، فقط قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن أذكر أنه بعد خروج جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب من محافظة أبين منتصف العام الماضي في صفقة لم يكشف عن تفاصيلها أو الجهات التي أبرمتها، حيث أظهرت الصور التي وزعتها الجماعة بعد ذلك عشرات الأطقم العسكرية وعلى متنها مئات المقاتلين يغادرون مدينة جعار معقل الجماعة آنذاك، أو كما يسميها أو كما يحلو المقاتلين يسمونها. اتجهت هذه الجماعات شرقا صوب محافظة شبوة وحضرموت، ولم تفصح الجهات الرسمية اليمنية التي آنذاك قيل أنها أبرمت صفقة مع هؤلاء إلى أين توجهت مئات المقاتلين أنصار الشريعة وأين استقر بهم المقام، وتركت الباب مفتوحا آنذاك للتأويلات والاجتهادات. لكن المعطيات على الأرض بعد ذلك بيّنت أن هناك صفقة ما تمت برعاية دولية وإقليمية كما أشارت كثير من المصادر. كشفت معلومات وثيقة أن عدد من المقاتلين المفترضين من القاعدة جرى نقلهم جوا إلى تركيا عن طريق مطار عدن ومنها إلى سوريا لقتال هناك، بينهم عدد قليل من الأجانب. أيضا يجدر الإشارة هنا أنه في ظل عدد منهم ظل عدد من هؤلاء المقاتلين توزعوا وتموضعوا في امتدادهم القبلي في مناطق نائية في أبين وشبوة كما أشار التقرير وحضرموت، وأعلنوا طريقة جديدة للقتال مع السلطات اللي أسموها أبيب المنفرد، وهي باختصار على قاعدة تضرب وهرب.
وهي عبارة عن عملية نوعية تهدف إلى تصفيات عسكرية أمنية بشكل منفرد، وهو ما حدث وما زال يحدث إلى يوم أمس الأول. أيضا إذا سمحت لي أيضا تفضل سيد عبد الخالق أكمل. نعم، الملاحظ أيضا أن كشف الجماعات الجهادية علنا أو كشفت الجماعات الجهادية قبل شهرين تقريبا عن فشل هدنة تبناها عدد من علماء اليمن في كوسطاء بين الحكومة اليمنية والمجاهدين، وقالوا أنها حظيت بالموافقة المبدئية بحسب بيان نشرته وسائل إعلام مختلفة عن حكومة الوفاق اليمنية أنها وافقت مبدئيا على هذه الهدنة، ولكن كما قال البيان الذي وزعته الجهاد الجهادية أن جهات غربية عطلتها، ولذلك جاءت تلك الجماعة إلى مواصلة عملياتها وبشكل كبير وأكثر، وكان آخرها الضربتان الموجعتان اللتان تلقتهما الحكومة اليمنية مؤخرا وتمثلتا بهجوم شبوة والذي قتل في عدد كبير من العسكريين اليمنيين. نعم. وأسر آخرين كما يفرق عنهم مؤخرا. نعم. طيب سيد عبد الخالق، يعني أفهم منك بأن هذه الصفقة التي كنت تتحدث عنها هي صفقة إعادة تموضع للقاعدة بما يكون هناك قرب لهذا التنظيم قريب من سوريا والمناطق المحيطة بسوريا لربما الإسراع في عملياتها وتنفيذ عملياتها بشكل أفضل ربما؟ عملية سوريا هي اشتركت فيها بحسب المعطيات بحسب التسريبات اشتركت فيها جهات دولية وإقليمية، ويرى نقل عدد كبير من هؤلاء المقاتلين عبر مطار عدن الدولي إلى تركيا ومنها إلى سوريا، وهم ما زالوا يقاتلون هناك وقتل الكثير منهم، والتنظيم يعلن ذلك علنا ولا يخفي، لكن كثير من مقاتلي التنظيم أيضا تموضعوا في مراكز في أماكن تواجدهم في حضرموت في أبيان في شبوة في أماكن نائية وهي امتدادهم القبلي، ومن هناك ينفذون عملياتهم، وهي العملية الأخيرة التي كانت حقيقة عمليات نوعية واستطاع من خلالها التنظيم أن يوجه ضربتان موجعتان كما أشرت في البداية وهي عمليتي شبوة وحضرموت الأخيرة. نعم، السيد عبد الخالق الحوض الصحفي اليمني حدثنا من عدن، شكرا لك. إلى البحرين حيث جرت مواجهات بين المئات من المتظاهرين ورجال الشرطة الذين استخدموا طلقات الخرطوش والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. المواجهات جرت غداة تشييع المتظاهرين مواطنا قضى أثناء احتجازه من قبل السلطات البحرينية. لم يمر تشييع الشاب البحريني يوسف النشمي بسلام. التشييع الذي استقطب آلاف البحرينيين في منطقة المصلى تحول إلى تظاهرة جدد خلالها المشاركون شعارات تحركاتهم. الشعب يريد إسقاط النظام كان الهتاف الأبرز في مسيرة وجهتها دوار لؤلؤة في العاصمة المنامة، فكان مصيرها الفض بالقوة لتبدأ عمليات الكر والفر بين الأمن والمتظاهرين. وككل مرة هناك روايتان لكل تحرك بحريني. مواقع المعارضة البحرينية أشارت إلى أن الشرطة هي من بدأت بإطلاق الخرطوش والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين. أما وزارة الداخلية البحرينية فأصدرت بيانا توضيحيا لما حصل. وبحسب روايتها فإنه في ختام تشييع النشمي قامت مجموعة وصفتهم بالإرهابيين بقذف قنابل المولوتوف والأسياخ الحديدية تجاه رجال الأمن، فكانت المواجهات. يذكر أن النشمي ابن 31 عاما كان قد اعتقل في أغسطس آب الماضي على خلفية مشاركته في تظاهرة غير مرخصة. وفق حركة تمرد وجمعية الوفاق البحرينية وفاته جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج، ما يفتح الباب أمام تقديم شكوى حول وجود شبهة جنائية إذا ما قررت عائلة النشمي السير بها. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في المعارضة التونسية اليوم إرجاء بداية الحوار الوطني التي كان يفترض أن تنطلق يوم الجمعة المقبل لتسوية الأزمة السياسية في البلاد. يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء التونسي علي العرايد بقاء حكومته تجنبا لحصول فراغ في السلطة بانتظار الاتفاق على بدائل بعد انتهاء الحوار. العرايد أشار إلى أن المطالبة برحيل الحكومة تزايدت بعد اغتيال المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد بهدف تحميلها مسؤولية التدهور الأمني. الحكومة هذه لا تعتبر نفسها فاشلة، الحكومة هذه تعتبر نفسها تحملت المسؤولية الكبرى وقت اللي الناس تدور على البلاتوات والإذاعات والجرائد وهمها بالليل والنهار هي التشويه والنقد وغيره. نعم. والتلبيس. الحكومة هذه قاعدة واقفة في تونس باش أمنت لحد الآن وجعلت وضعنا حتى الآن على ما فيه من سلبيات خير بكثير من الدول المشابهة لنا.
نبقى في تونس ما بعد الثورة التي عرفت تغييرا في الخطاب الديني، إذ تصدرت موجة التكفير المشهد السياسي والاجتماعي في الكثير من المحطات، وأصبح المجتمع رهن تجاذبات بين الإسلامة والتكفير، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا في شأنه أو من شأنه أن يدفع بالبلاد إلى مزيد من الانقسامات الدينية والطائفية. الخطاب الديني في تونس اختلف بعد الثورة عما كان عليه قبلها، من تركيز على الولاء والطاعة للحاكم إلى فقدان السيطرة على المساجد وانفلات في محتوى الخطب التي تلقى على المنابر وانتشار سريع للفكر السلفي. السلطة اللي جت بعد 23 جانفي هي بالأساس ترويكا، سلطة دينية تسامحت بشكل كبير برشا، بل اعتبرت حتى ان الجهاديين هما الذراع العسكري بتاعهم في يوم من الايام. وصول حزب النهضة بتوجهاته الإسلامية فتح السجال على الدور السياسي للحركات الإسلامية وعلى انعكاساته على المجتمع قبل السلطة. الأحزاب تمزق الصفوف، لذلك كانت رؤيتنا الإصلاحية هي أن نجنب المساجد من التجاذبات السياسية والحزبية. البعض ينظر إلى أن المجتمع ينبغي أن يمارس عليه فتح إسلامي جديد بنموذج لا ينسجم مع هذه البيئة. سلطة الإشراف تؤكد أن الحرية مبدأ أصيل بعد ثورة الحرية والكرامة. الثورة هذه والحمد لله أتاحت مناخ من الحرية، وفر فرصة للدعاة، يعني الدعوة الإسلامية والتبشير بالإسلام والدعوة إلى الالتزام، هذا هو التحصيل الحقيقي. انتشار الفكر التكفيري في تونس والانفلات في الخطاب الديني ظاهرة يراها البعض مؤقتة نتيجة وضع سياسي هش في البلاد، فيما يعدها البعض الآخر رد فعلا طبيعيا على مرحلة القمع والتضييق على الحريات الدينية التي فرضها النظام السابق. انفلات السيطرة على الخطاب الديني في تونس ما بعد الثورة ظاهرة يؤكد مراقبون بأنها بدأت بضرب استقرار البلاد وتماسك المجتمع. سميح البغاني، تونس، الميادين. أنهى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري مع الرئيس الأفغاني حميد كرزاي جولة مفاوضات حول بقاء قوات عسكرية أمريكية في أفغانستان بعد العام 2014، وحلت مسألة منح الحصانة القانونية للقوات الأمريكية دون الوصول إلى اتفاق نهائي مع الجانب الأفغاني. هبة الله بيطار والتفاصيل. غادر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أفغانستان وعينه على اتفاق لم يبصر النور. الساعات الإضافية التي قضاها كيري في كابول لم تكن كافية لإنهاء مفاوضات 11 شهرا، مفاوضات الاتفاقية الأمنية لإبقاء قوة أمريكية في البلاد بعد انسحاب وحدات حلف شمال الأطلسي. لا الحديث عن تقليص الخلافات كاف ولا التفاؤل بسلسلة الاتفاقات يبشر بحل، فإبرام الاتفاقية الأمنية مرهون بالاتفاق على مسألة الحصانة القانونية للجنود الأمريكيين. علينا القول إنه إذا لم تحل مسألة الحصانة القانونية فللأسف لن يكون هناك اتفاقية أمنية ثنائية، لذا نتمنى أن تحل المسألة والأمر يعود للشعب الأفغاني. وبيد الشعب الأفغاني وضع الرئيس حميد كرزاي القرار. مسألة الحصانة هي أحد المسائل الخارجة عن سلطة الحكومات الأفغانية، وهي فقط وبشكل كامل بيد الشعب الأفغاني. هو سباق مع الوقت لإنهاء جميع المسائل العالقة حول الاتفاقية الأمنية. انسحاب الناتو يجب أن يتم مع نهاية العام المقبل. الطرفان الأفغاني والأمريكي متمسكان بموقفهما حيال الحصانة. وفيما تستبعد كابول لجوء واشنطن إلى الانسحاب الكامل، تبقى الأخيرة متمسكة بحصانة جنودها شرطا للبقاء. في جو روحاني آمن توافدت قوافل حجاج بيت الله الحرام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتوجهت منذ صباح اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، وتستعد غدا الاثنين للصعود إلى جبل عرفة لأداء ركن الحج الأكبر. اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى حيث يقضون يوم التروية، على أن يبدأ غدا الصعود إلى مشعر عرفة.
السلطات السعودية أقامت أكبر مدينة للخيام في العالم في مشعر منن، وشددت الجهات الأمنية على أن تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات ونفرته منه سيتمان عبر خطة متكاملة. وأعلن متحدث حكومي إعادة أكثر من 31 ألف حاج سعودي وأجنبي، قال إنهم ضبطوا بلا تصاريح خلال الأيام الست الماضية. هذا في وقت بدأ فيه العديد من الحجاج مراسيم فريضتهم التي أبوا إلا أن يؤدوها رغم الظروف الصعبة في بلاد عدد منهم. إذا سوريا في المعاناة فنحن في معاناة العرب والمسلمين، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا البلد المحرم مكة أن يفرج عن إخواننا في سوريا وأن يحقن دماءهم. أنا جاي هنا أدعي مصر وربنا في استقرار لنا ووحدة لمصر وازدهار لمصر، ده الأهم عندنا. يعني أنا كمصري أهم حاجة عندي الدعوة هي دي، مش ليا ولا لعيالي، أنا أهم حاجة عندي بلدي، بلدي ترجع أحسن من الأول. وزارة الصحة السعودية أكدت عدم وجود حالات وبائية أو محجرية وعدم رصد أي إصابة بالفيروس التاجي كورونا. يأتي ذلك فيما أتمت قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لمواجهة الطوارئ في موسم حج هذا العام تنفيذ خطة انتشار الوحدات والفرق الميدانية في مشعر منن لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية وطوال أيام التشريق. السلام عليكم. ضربة جزاء في الوقت القاتل تسقط الجزائر أمام مضيفتها بوركينا فاسو بهدفين مقابل ثلاثة في ذهاب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم. ثعالب الصحراء تمكنوا من إدراك التعادل في مناسبتين عبر سفيان فيغولي وكارلم جاني، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء شكك الجزائريون في صحتها. سجل منها منتخب الخيول هدفا وضعهم على مقربة من التأهل إلى المونديال. حظوظ الجزائر ما زالت قائمة للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها. يكفيها الفوز بهدف وحيد إيابا على أرضها في 19 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. منتخب ساحل العاج وضع قدما في النهائيات بفوزه الكبير على ضيفه السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. ديديا دروغبا ورفاقه باتوا بحاجة للتعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف في لقاء الإياب لضمان التأهل إلى مونديال البرازيل. ستتجه أنظار الجماهير العربية الليلة إلى رادس ومباراة منتخب تونس وضيفه الكاميروني في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال. منتخب نصور قرطاج يخوض اللقاء وسط غياب عدد كبير من النجوم. قرر المدرب الهولندي رود كرول استبعاد أسامة الدراجي لاعب الترجي الرياضي ويوسف المساكني هداف لخوي القطري، ويدرس الاعتماد على الثلاثي أمين الشرميتي صابر خليفة وعصام جمعة في قيادة خط الهجوم. على الضفة الأخرى من المنتظر أن يقود سامويل إيتو مهاجم تشيلسي الإنجليزي هجوم منتخب الكاميرون، فيما تأكد غياب ثنائي الدفاع هنري بيديمو وغاي تامبونغ. ذهاب التصفيات النهائية سيشهد اليوم أيضا لقاء بين بطلة أفريقيا نيجيريا ومضيفتها أثيوبيا. مباريات دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين تنطلق من أمريكا الجنوبية. شيكاغو بولز تغلب على واشنطن ويزردز في ريو دي جانيرو البرازيلية. الثنائي تاش جيبسون والوال دانك كان الأبرز في اللقاء، سجل الأول 18 نقطة والتقط 8 متابعات، وأضاف دانك 16 نقطة ساهمت بفوز شيكاغو بفارق نقطتين. في صفوف الفريق الخاسر برز الثنائي برادلي بير ومارتل ويبستر، فسجل الأول 16 نقطة وأضاف الثاني 15. عشر نقاط أخرى ويحتفظ الألماني سيباستيان فيتيل بلقب بطولة العالم للفورمولا 1. سائق ريد بول توج بجائزة اليابان الكبرى وسع الفارق مع أقرب ملاحقيه فرناندو ألونسو إلى 90 نقطة بعد حلول سائق فيراري في المركز الرابع. برغم انطلاقته الضعيفة وتراجعه إلى المركز الثالث، تمكن فيتيل من قلب الموازين في النصف الثاني من السباق. تفوق على زميله الأسترالي مارك وابر وسائق لوتس رومان جروجان ابن 35، حقق فوزه الخامس على التوالي والتاسع في 15 سباقا هذا الموسم والخامس والثلاثين في مسيرته. بات بحاجة للتفوق على ألونسو بفارق 10 نقاط في سباق المقبل المقرر في الهند ليضمن رسميا احتفاظه بلقب بطولة العالم.
احتكار إسباني للمراكز الثلاثة الأولى في سباق جائزة ماليزيا الكبرى في المرحلة 15 من بطولة العالم للفورمولا 1. سائق هوندا داني بيدروزا تمكن من الفوز بالسباق برغم انطلاقه من المركز الخامس. تقدم على زميله مارك ماركيز بفارق 2.17، فيما حل بطل العالم خورخي لورينزو على متن ياماها في المركز الثالث. ترتيب البطولة ما زال على حاله، يتصدر بيدروزا مع 298 نقطة، يتفوق بفارق 43 على لورينزو، ويحتل بيدروزا المركز الثالث مع 244 نقطة.